نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات كليتي الحرب العليا والدفاع الوطنية. ويأتي اليوم الوطني في إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التي تنفذها الأكاديمية لدارسيها تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وبدأت الفعاليات بعرض تقديمي تناول نشأة وتطور الأكاديمية، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية طبقا لرؤية الطموحة مصر 2030 والمشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة في مختلف المجالات.